بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حياكم الله أيها الإخوة جميعًا، وبارك الله في مسعاكم وممشاكم، وطبتم وطاب ممشاكم. اليوم نختم بإذن الله تبارك وتعالى مع المجلس كم؟ السادس، المجلس السادس من مجالس مدارسة كتاب الأربعين للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، ونشرع في الحديث التاسع والعشرون عن أبي عن النواس بن سمعان، التاسع والعشرون نعم، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار إلا على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال الإمام النووي رحمه الله: وذروة بكسر الذال وضمها ذروة، أي أعلاه. وقال: ملاك الشيء بكسر الميم، أي مقصوده. وقوله: يكب هو بفتح الياء وضم الكاف. في هذا الحديث نعم، نعم، فكأنه في وقت قول هذا الحديث شرعت هذه الأمور وفرضت. جميل. في هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى، أخرجه الإمام الترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء في حرمة الصلاة، وابن ماجة في كتاب الفتن باب كف اللسان في الفتنة، باب كف اللسان في الفتنة. والفتنة المقصود بها هو الخلاف الذي يحصل بين الناس إما على سلطة أو غيرها، فهنا يعني تحدث فتن كثيرة ودماء وخلاف ونزاع، فكف اللسان من
الأمور المطلوبة في ذلك الوقت، لأن كلام الإنسان قد يفهم على غير وجهه. هذا الحديث حديث عظيم وأصل من الأصول، لهذا قال معاذ: لقد سألت عن عظيم. قال لمعاذ: لقد سألت عن عظيم. فعظم النبي عليه الصلاة والسلام محتوى، عظم السؤال، ولا شك أن الإجابة ستكون عظيمة بعظم أهمية السؤال. واستعظامه صلى الله عليه وسلم منصرف إلى العمل المطلوب الإيثار به لا ليتجنبه، بدليل قوله: وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، بمعنى على من وفقه وهداه وشرح صدره وأعانه على ما وفقه إليه. وكذلك لأن عظم المسببات بعظم الأسباب، عظم المسببات بعظم الأسباب. فإذا كان السبب الموصل إلى الأمر عظيم، لا شك أن المسبب عظيم كذلك. ودخول الجنة والتباعد عن النار أمر عظيم، وسببه الموصل إليه امتثال المأمور واجتناب المحظور، وذلك عظيم صعب، ولولا ذلك لما قال الله تبارك وتعالى: وقليل من عبادي الشكور، وقال: ولا تجد أكثرهم شاكرين، ثم قال: وإنه ليسير على من يسره الله عليه، بشرح الصدر للطاعة وتهيئة أسبابها والتوفيق لها. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الفائدة الثالثة، الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولاً، شدة حرص الصحابة رضي الله عنهم وسؤالهم المتتابع، وهذه علامة بارزة ظهرت لنا في غير هذا الحديث، في أحاديث كثيرة مرت في الأربعين وغيرها تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين أشد الحرص على بيان ما يوصلهم إلى الجنة وينجيهم من النار، لا كما نشاهد في حياة الناس اليوم أن الشخص يقال له اجتنب الأمر فإنه حرام ولا يلقي لهذا الأمر بالا، بل تجد بعضهم تكرر عليه الموعظة تلو الموعظة بحرمة ما هو فيه ولا يقلع عنه، دلالة على عدم تعظيم الله تبارك وتعالى وأمره ونهيه في قلبه. الفائدة الثانية المستنبطة: أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، وأن دخولها مترتب على أركان الإسلام الخمسة، ومن أسباب وأسباب دخول الجنة يسيرة، لكن على من يسرها الله عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ما أسهل وما أيسر ذكر الله على اللسان، ما أيسر أن يمتنع الإنسان عن بعض يعني الشهوات التي لا تؤثر فيه، ولكنه توفيق من الله تبارك وتعالى. في هذا الحديث فضل الصيام في الوقاية من النار، والصدقة في ذهاب الخطايا، وفضل قيام الليل والصلاة والدعاء. فيه كذلك أهمية العناية برأس الأمر وهو الإسلام، فهو رأس المال في الدنيا والآخرة. من الأمور المستنبطة من هذا الحديث أهمية الصلاة، فهي عمود الدين، والدين يسقط بلا عمود. وكذلك أهمية وشرف الجهاد في سبيل الله، وأنه أعلى شعائر الدين، فهو ذروة سنام الدين. كذلك خطورة اللسان، وأنه يورد الإنسان إلى المهالك، أمسك عليك لسانك. وفيه كذلك حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام،
وهذا ظاهر في الأحاديث، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض بالقول وبالفعل مرات لإيضاح ما يريد إيضاحه، ومنها فأخذ بلسانه، فكأنه علمه وضرب له المثال الملموس المشاهد. كذلك حرص الصحابة رضي الله عنهم على التعلم وإزالة كل إشكال يعرض لهم، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني يسأل. كذلك جواز إطلاق الكلمات الدارجة على اللسان والتي لا يقصد بها ظاهرها، فقوله ثكلتك أمك يعني فقدتك، فكأنه دعا عليه بدعاء عظيم وهو أن تثكله أمه، ولكن عادة العرب جرت أنها تقول هذا الكلام ولا تقصد معناه، فالكلام الذي هو دارج على الألسنة ولا يقصد به معناه الحقيقي إنما جرى على اللسان من باب مثل ما يقول بعض الناس للولد الصغير النشط الذكي فلان مثلا شيطان، هم في الحقيقة لا يقصدون شيطان بمعناه السيء، إنما جرى إطلاق الناس على النبيه والذكي والنشط وكذا أنه شيطان، وإن كانوا لا يريدون المعنى الحقيقي معنى الذم. وهكذا ثكلتك أمك وغيرها من العبارات التي جرت عادة العرب عليها لا يقصد معناها. الفائدة الرابعة من القواعد المستنبطة من هذا الحديث، قاعدة في الفوز والنجاة: الدين والتمسك به يسير لمن وفقه الله تبارك وتعالى للتيسير، وعلى الإنسان أن يسأل الله تبارك وتعالى دائما في ليله ونهاره أن يوفقه وييسر عليه الدين، فإن التوفيق من الله تبارك وتعالى. فإن قيل أو قال قائل كيف نوفق لهذا التيسير، نقول بأمور كثيرة، أهمها الدعاء بالليل والنهار، والأمر الآخر الوسطية في تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى، لا إفراط ولا تفريط، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فأوغلوا فيه برفق، أوغلوا في الدين وفي أوامره وفي سننه وفي مستحباته برفق، فإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، القاعدة الأخرى: الله تعالى لا يؤاخذ بلغو اللسان، لقول النبي ثكلتك أمك، ولأن هذا مما اعتادت الألسنة على أن تتلفظ به وهي لا تريد معناه وحقيقته. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. قال الإمام النووي: الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين، أي المنقوطتين، المعجمة والمهملة عكسها المهملة، فالمعجمة هي التي عليها نقطة، وبالنون منسوب إلى خشينة قبيلة معروفة. وقال الإمام النووي في قوله جرثوم: هو بضم الجيم والثاء المثلثة، جرثوم.
وإسكان الراء بينهما وفي اسمه واسم أبيه اختلاف كثير. في هذا الحديث فوائد نذكرها. الفائدة الأولى: أخرجه الإمام الدارقطني ولم يخرجه أحد من أهل الكتب الستة، فهذا حديث لم يرد بنصه هكذا في الكتب الستة. وهنا فائدة: قلما يأتي حديث كهذا الحديث خارج الأصول الستة، قلما، يعني في الغالب معانيها ومضامينها والأصول دائما متضمنة في الكتب الستة المعروفة، فقل ما يأتي حديث هو هكذا لا يعتبر أصلا أو يعتمد عليه وهو خارج عن الكتب الستة. الفائدة الثانية: الراوي هو أبو ثعلبة جرثوم بن ناشب، وقيل جرهم بن ناشب الخشني، وخشنه ولا وخشينه بطن من قضاعة، وهو مشهور بكنيته، غلبت كنيته على اسمه، بايع النبي عليه الصلاة والسلام بيعة الرضوان، وضرب له سهم يوم خيبر، وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى قومه فأسلموا، نزل بعد ذلك بلاد الشام واعتزل الفتنة رضي الله عنه. والفتنة ما هي؟ ما حدث بين معسكر علي رضي الله عنه ومعسكر معاوية، هذه تسمى الفتنة، وهي الفتنة الأولى، وقد اعتزلها رضي الله عنه كغيره من الصحابة. الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة كثر، ومواقف الصحابة توزعت، بعضهم كان مع علي ورأى أن الحق مع علي، وبعضهم رأى أن ما يفعله معاوية رضي الله عنه صواب، وآخرون اعتزلوا الفتنة وكفوا أيديهم عن الخوض في هذا. وقيل ومات رحم رضي الله عنه في بلاد الشام سنة 75 للهجرة، وقيل مات في زمن معاوية. ومن كراماته أنه مات ساجدا. قال أبو الزاهية: سمعت أبا ثعلبة يقول: إني لأرجو، كان يقول هو: إني لأرجو ألا يخنقني الله كما أراكم تخنقون، يعني تموتون عند الموت. قال: فبينما هو يصلي في جوف الليل قبض وهو ساجد، فرأت ابنته أباها قد مات في المنام، فاستيقظت فزعة فنادت أمها: أين أبي؟ قالت: هو في مصلاه. فنادته فلم يجبها، فأنبهته فوجدته ساجدا، فحركته فوقع لجنبه ميتا رضي الله عنه وأرضاه. والإمام الدارقطني هو علي بن أحمد بن أحمد بن مهدي أبو الحسن البغدادي الدارقطني، نسبة إلى دار القطن وهي محلة ببغداد. ولد رحمه الله سنة 36 للهجرة، وهو إمام كبير ومحدث حافظ وفقيه ومقرئ، سمع الحديث من أبي القاسم البغوي وخلق كثير ببغداد والكوفة والبصرة وواسط، فهو واسع الرحلة في طلب الحديث. وتوفي ببغداد سنة 85 للهجرة، ودفن قريبا من معروف الكرخي، ومعروف الكرخي زاهد من الزهاد الكبار، وقبره معروف بارز يعرفه الناس، لهذا يقولون دفن قرب فلان أو قرب فلان للدلالة على موضع قبره. ومن تصانيفه الكثيرة كتاب السنن مشهور، وكتاب العلل الواردة في الأحاديث النبوية، وهو كتاب مشهور
يعني مرجع من المراجع والمجتبى من السنن والآثار والمختلف والمؤتلف في أسماء الرجال. والدارقطني مشهور بأنه ممن انتقد بعض الأحاديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وذكر أن فيها بعض العلل، ومن الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس في هذا الزمان أن يقول بأن البخاري أو أن الدارقطني مثلا شكك في البخاري، هذا خطأ كبير. الدارقطني رحمه الله لا يشكك في البخاري، هو يعترف للإمام البخاري ولإمامته ولصحة كتابه، ويعترف بكل ما يعترف به غيره، ولكنه ينتقد بعض الأحاديث، وانتقاد بعض الأحاديث لا يمنعه البخاري نفسه ولا يمنعه مسلم. والسبب في ذلك أن الانتقاد الذي يقصده الإمام الدارقطني مرات لا يؤثر على أصل الحديث، يعني لا يتكلم مثلا على إسناده، قد يتكلم على لفظة في المتن. مثلا دعونا نضرب مثال لحديث مشهور، وهو حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا حديث في صحيح الإمام مسلم. وفيه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، الحديث الذي أورده الإمام النووي في رياض الصالحين وهو كتاب مشهور متداول، قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا يحفظه أكثر الناس، هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. قال بعض المحققين إن لفظة لا يرقون شاذة، إن لفظة لا يرقون شاذة. قد يقول قائل: كيف تقول شاذة وهو في صحيح الإمام مسلم؟ هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. وهنا قالوا: والرواية الصحيحة التي جاءت على الوجه الصحيح، على الوجه الصحيح إسناد الرواية صحيح، ولكن هذه اللفظة أوردها بعض، ذكرها بعض رواة الحديث ووهم فيها فشذت. والرواية الصحيحة التي تتوافق مع الأصول هي أنهم لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون. لماذا؟ لأن لا يكتوون يعني لا يطلبون الكي، ولا يسترقون لا يطلبون الرقية، وعلى ربهم يتوكلون، مما يدل أما قوله لا يرقون هم يقدمون الخير للناس، لا دخل له بيقينهم وإيمانهم. وميزة 70,000 أنهم متوكلون على الله، فكونهم متوكلون على الله إذن هم لم يعملوا بهذه الأسباب توكلا على الله، فهم لا يطلبون الرقية ولا يطلبون الكي. وأما لا يرقون لا يقدمون الرقية، فهنا هذا اللفظ كما ذكر بعضهم ومنهم ابن تيمية رحمه الله قال هذا اللفظ شاذ. طيب، هل هذا يقدح في كون الحديث صحيح وموجود في صحيح مسلم؟ لا يؤثر فيه، إسناده صحيح ولكن اللفظة شاذة. فهنا فرق، الدارقطني لما ينتقد مثل هذه الأمور، وانتقاده لم يسلم له، يعني ليس معنى أن الإمام الدارقطني انتقد يعني سلم له انتقاده، بل نازعوه. وانتقاداته التي انتقد بها صحيح الإمام البخاري غالبها ردها عليه الحافظ بن حجر في فتح الباري، لكن قصدي أن الأئمة لما ينتقدوا كتاب ككتاب البخاري وكتاب مسلم، هذه الكتب التي أجمعت الأمة على صحتها، هم لا يقدحون في أصلها، إنما يتكلمون على بعض العوارض، وهذه ملاحظة مهمة ينبغي ألا تغيب عن البال. هذا إمام حافظ كبير،
ومن شدة حفظه يقولون أنه كان جالساً في مجلس إملاء، وأملى الشيخ المحدث قريب 20 أو 18 حديث، وكان هو حال إملاء الشيخ يكتب في جزء آخر، يعني عنده جزء آخر من الحديث وجالس يكتب بيده ويسمع بأذنه. فقال له رجل ممن هو جالس جنبه: إن سماعك مدخول، يعني ادعاؤك أنك سمعت هذه الأحاديث التي أمليت فيها كلام لأنك أنت مشغول. قال له: أتعرف ما قال الشيخ؟ يعني أنت يا من تتهمني أتعرف ما قال الشيخ؟ قال: أعرف بعضا ويعني نسيت بعضا. قال: اسمع مني، فقد قال الحديث الأول كذا، وسرد عليه جميع الذي أملاه الشيخ، وكان رضي الله عنه آية من آيات الله في الحفظ، بل كان في وقت طلبه للعلم يصحح الطلاب والمتعلمون كتبهم من حفظه، يصححون كتبهم التي كتبوها بأيديهم من حفظه رضي الله عنهم. ولا تستغربوا هذا، فإن في الأمة حفاظاً فاقت محفوظاتهم الخيال، والله تبارك وتعالى يعني أبقى لنا جزءاً من تراثهم لنعرف مكانتهم، وكيف أن الله تبارك وتعالى حفظ دينه بهؤلاء الرجال رضي الله عنهم أجمعين. الفائدة الثالثة: هذا الحديث الذي قرأناه حديث جامع بليغ موجز، تضمن قواعد الشريعة حكما وآدابا، لأن الحكم الشرعي في نفس الأمر إما مسكوت عنه أو متكلم به، وهو إما منهي عنه أو مأمورا به أو حد حاجز عن منهي عنه، والمنهي عنه إما مكروه أو محرم، والمأمور به إما مندوب أو مفروض، والمفروض حقه ألا يضيع كالإيمان والإسلام وما وجب من خصالهما، والحرام حقه ألا يقارب كالكفر والزنا والربا والسرقة والقذف والسحر وشهادة الزور وأكل أموال اليتيم وغيرها من المحرمات من كبائر وغيرها. أما المسكوت عنه الذي لم يرد فيه نص واضح من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رحمة لهم لهذه الأمة وتخفيف عنهم، لا نسيان من الله تبارك وتعالى لتلك الأحكام، لا يضل ربي ولا ينسى. فلا تبحثوا عنها كما جاء في الحديث، ولا تستكشفوها، ولا تسألوا عن أحوالها، فإن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فكان هذا الحديث أصلاً من أصول الإسلام. الفائدة الرابعة هي ما يستنبط من هذا الحديث: الحديث دليل على أن الله تعالى هو الذي يفرض على عباده ويوجب، فالأمر بيد الله تبارك وتعالى لا بيد غيره. الدين ينقسم إلى عدة أقسام، أو يتنوع إلى عدة أنواع: فرائض ومحرمات وحدود ومسكوت عنها، أمور مسكوت عنها من الله تبارك وتعالى. في هذا الحديث تنزيه الله عن النسيان، كما قال عز وجل: وما كان ربك نسيا، فلا ينسب إلى الله عز وجل النسيان. في هذا الحديث إثبات كمال العلم لله عز وجل، فالله يعلم ما كان
وما هو كائن وما سيكون، قالوا لو كان كيف يكون. فعلم الله تبارك وتعالى مطلق لا حدود له. في هذا الحديث النهي عن السؤال عما لم يأتي الشرع فيه بشيء إيجاباً ولا تحريماً، وذلك في وقت نزول الوحي. هذا الحديث أو هذا النهي مقيد عن وقت نزول الوحي، أما ما عدا ذلك من الاستفسارات في زمننا أو غيره لا تقدم ولا تؤخر في التحليل والتحريم أو التشريع، لكن المنهي عنه هو التنطع في السؤال بمعنى عدم الرغبة في الاستفادة. لهذا الله تبارك وتعالى قال لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال عز وجل كذا: إن تبد لكم تسؤكم عفى الله عنها والله غفور حليم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من أجل مسألته. وهذا كما قلنا مقيد في وقت التشريع، أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وانقطاع الوحي أصبح المنهي عنه الأسئلة التي لا فائدة منها، أو التي لا يريد الإنسان أصلاً أن يعمل، إنما يريد إظهار معلومات أو تعجيز المسؤول. الفائدة الخامسة من القواعد المستنبطة من هذا الحديث قاعدة فقهية، وهي: الأصل فيما سكت عنه الشارع الإباحة إلا العبادات. العبادات لا نقول هذا مسكوت عنه فنعمله، فالأصل فيها المنع، الأصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل، والأصل في الحياة الدنيوية الحل حتى يأتي التحريم. واضح؟ هذه قاعدة تستفاد من هذا الحديث الشريف. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. قال: لا قول للإمام النووي في هذا الحديث، فلم يعلق عليه بشيء. من الفوائد المستفادة من هذا الحديث: هذا الحديث انفرد بإخراجه الإمام ابن ماجه دون غيره من أئمة الكتب الستة أصحاب الأصول، وقد أخرجه في كتاب الزهد باب الزهد في الدنيا. الفائدة الثانية: هذا الحديث من رواية أبي العباس سهل بن سعد بن مالك ابن خالد ابن ثعلبة ابن الحارث ابن عمرو ابن الخزرج ابن ساعدة ابن كعب الخزرجي الساعدي الأنصاري رضي الله عنه، ويقال كان اسمه حزنا، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام سهلا. وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أن يغير الأسماء القبيحة أو المكروهة إلى أسماء حسنة، ويقال أن سعيد بن المسيب، سعيد ابن المسيب أو المسيب، قال كان يكره رضي الله عنه أن يقال له ابن المسيب بصيغة المفعول، بل يقول نحن المسيب بصيغة الفاعل، نحن الذين سيبنا الناس لا أنهم سيبونا.
فلما تقول المسيب كأنهم سيبوه وتركوه، فيقول نحن، هو يحب أن يسمى بالمسيب يعني بصيغة الفاعل. قال جده اسمه حزن، وأنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كما قال لسهل: بل أنت سهل. قال يا رسول الله هو اسم سمانيه أبي فلا أحب أن أغيره، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. قال سعيد: ولا زالت فينا الحزونة إلى اليوم، لا زالت فينا الحزونة إلى اليوم. وهنا فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، أن الأسماء يعني ما هو الحكمة من تحسين الأسماء؟ قال: لأن للأسماء تأثيراً على مسمياتها، للأسماء تأثير على مسمياتها، فتفاؤلاً بالمعاني الحسنة والصفات الحسنة ينبغي أن يسمى الشخص بالاسم الحسن. أما إذا سمي بالاسم السيء، مصاحبة الاسم له وتكرار ذكره على مسمعه قد ينقل إليه المعنى السيء دون أن يشعر، دون أن يشعر. وضرب على ذلك أمثلة كثيرة طريفة لا مجال لذكرها، يعني ممكن الإنسان يرجع إليها فيقرأها. هو رضي الله عنه كان سماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا، فمات النبي عليه الصلاة والسلام وله 15 سنة، ومات بالمدينة 91، ويقال هو آخر من مات من الصحابة بالمدينة. والذي خرج هذا الحديث هو ابن ماجه، واسمه محمد بن يزيد الربعي بالولاء القزويني. ما معنى بالولاء؟ ذكرناها في الجعفي. إذن بالولاء أي نسبه هذا ليس بالأصالة بالنسب المعروف، إنما هو بسبب أن جد من أجداده أسلم على رجل، على يد رجل من الربعيين، فأخذ اسمه ولاء. القزويني نسبة إلى قزوين في بلاد ما وراء النهر، أبو عبد الله ابن ماجه من الأئمة المحدثين ومن أصحاب الكتب الستة، رحل إلى البصرة وبغداد والشام ومصر والحجاز والري. وماجه تنطق بالهاء لا بالتاء، فلا نقول ابن ماجة بل يسكت عليها فيقال خرجه ابن ماجه، هكذا ينطقها أهلها، هكذا ينطقها أهلها، وهو لقب لوالده وقيل اسم لأمه. من تصانيفه كتاب السنن المشهور، أحد الكتب الستة، وتفسير القرآن، وتاريخ قزوين. وكتابه كما ذكرنا سابقا من الكتب العظيمة، وإن كان تنازعوا ما الذي يدخل في الأصول الستة، هل يدخل موطأ الإمام مالك أو سنن ابن ماجة، يعني مع اتفاقهم على 5 الأولى، ثم استقر الرأي على أن يكون عند علماء الحديث ابن ماجة هو الأصل السادس من الأصول، لكثرة أحاديثه ولما في كتابه من الصنعة الحديثية البليغة، ولما فيه من التبويب الفقهي الباهر والترتيب الذي تميز به، مع وجود بعض الأحاديث اتفق العلماء على تضعيفها، بل قيل إن فيه عددا قليلا معدود على الأصابع قد يعد من الموضوعات. الفائدة الثالثة: هذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام كما تقدم، وقد جمعت، جمعها أحد الأندلسيين في قوله: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية،
اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. الحديث الأول اتق الشبهات، الحديث الثاني ازهد فيما عند الله الحديث، والحديث الثالث دع ما يريبك إلى ما يريبك واعملن بنية، إنما الأعمال بالنيات. الفائدة الرابعة من الفوائد المستنبطة من الحديث علو همة الصحابة في أسئلتهم، إثبات محبة الله تبارك وتعالى، وأن من طرقها الموصل إلى محبة الله من أعظم الطرق الزهد في الدنيا. والزهد كما قال كثير من المحققين هو عمل في الأصل قلبي، الزهد في أصله ليس عملا ظاهريا، يعني التقليل من الثياب ومن الملابس ولبس بعض الأشياء والمتاع، هذه مظاهره، ولا الزهد في أساسه عمل القلب، أن القلب زاهد في الدنيا. ما فائدة أن تلبس المرقعات وقلبك متشوف إلى ما في أيدي الناس؟ ما الفائدة؟ الأصل في الزهد هو عمل من أعمال القلوب. الفائدة الثالثة، لا بأس أن يبحث الإنسان عن طريق محبة الناس له، لا مانع أن يسأل الناس عن محبة الناس له، وطريقها أن يزهد فيما عند الناس، لكن المذموم أن يتأثر بقول الناس، وقد ينافي هذا الإخلاص. الإخلاص أن تعمل لله ولا تلتفت، يمدحونك يذمونك، لا يلتفت الإنسان حال الإخلاص. أما لو سأل ما هو الطريق لمحبة الناس، هذا لا يذم، لا يذم. فضيلة الزهد في الدنيا وما في أيدي الناس لها فضيلة عظيمة قررها هذا الحديث. والزهد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الزهد في الشرك وهو واجب أن تبتعد عنه، الزهد في المعاصي واجب، الزهد في الحلال أن تترك الحلال زهدا هذا مستحب وهو المراد في الحديث. الفائدة الخامسة مما يستنبط من هذا الحديث من القواعد، قاعدة في التعامل: كلما كنت عما في أيدي الناس أبعد، كلما كنت لهم أحب وأقرب. وهذه ظاهرة وواضحة ويدركها الإنسان في معاشراته ومعاملاته مع الناس. الحديث الثاني والعشرون عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا. قال الإمام النووي رحمه الله: ولا ضرار هو بكسر الضاد، ولا ضرار هو بكسر الضاد. ورواه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوى بعضها ببعض. هذا الحديث فيه فوائد: الفائدة الأولى أخرجه الإمام ابن ماجه في كتاب الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، من بنى في حقه بناء يضر بجاره. وأخرجه الدارقطني في كتاب الأقضية، ومالك في الأقضية كذلك: باب القضاء في المرفق. ما معنى مسندا ومرسلا؟ قال هنا مرة مرسلا، لما قال أخرجه ابن ماجه والدارقطني مسندا،
وقال رواه الإمام مالك مرسلا. من يعرف الفرق بين المسند والمرسل؟ مسند إلى أبي سعيد نفسه، ساقط عنا من؟ صحيح؟ نعم نعم. ها المسند سقط منه راوي هذا المسند ولا المرسل؟ المسند المرسل سقط راوي، والمسند هو المتصل الإسناد. ومرسل كما قال صاحب البيقونية معروف، ومرسل منه الصحابي سقط. الذي يسقط منه الصحابي في الإسناد يسمى الحديث المرسل إذا سقط الصحابي منه. وهنا أسقط أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فأصبح حديث مرسل. والحديث المرسل اختلف في الاحتجاج به، فاحتج به جمع من الأئمة وهم الجمهور يحتجون بالمرسل، لأنهم يقولون إن كان التابعي ثقة وأسقط الصحابي والصحابة كلهم عدول لا يؤثر في ذلك، ما دام أن نحن قلنا أن الصحابة كلهم عدول مجمع على عدالتهم، لا ينظر في حال الصحابة لأن الله عدلهم سبحانه وتعالى، ولم يكن من عادتهم ولا من حياتهم ولا من دينهم، ولم ينتشر بينهم الكذب الذي انتشر عند من جاء بعدهم، فلا يتخيل أن يكذب صحابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فينسب له قول لم يقل. لهذا قالوا سقوط الصحابي لا يؤثر في الاحتجاج به إن كان التابعي الذي أسقط الصحابي ثقة مقبول. الفائدة الثانية، أبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بن خدرة بن عوف بن الحارث الخزرجي الأنصاري الخدري، اشتهر بكنيته، وكان من الحفاظ المكثرين ومن العلماء الفضلاء العقلاء رضي الله عنه. أول مشاهده التي شهدها مع النبي عليه الصلاة والسلام كانت الخندق، وذلك أنه قال عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد. كان النبي لما يعد الجيش للقتال يأتي أولاً الرجال ثم يأتون الأطفال الشباب الصغار فيعرضون على النبي عليه الصلاة والسلام، فمن كان يصلح للقتال جسماً وعمراً وغير ذلك قدمه، ومن لا يصلح رده. وقصصهم كثيرة في كيف أنهم كانوا يتنافسون، بل بعضهم يقف على أصابعه ليظهر نفسه أنه طويل حتى يأخذه النبي عليه الصلاة والسلام في معاركه. فهو ممن عرض على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، قال عرضت عليه وأنا ابن 13 سنة، فجعل أبي يأخذ بيدي ويقول يا رسول الله عبل العظام، يعني شديد العظام هذا لا تستهين به، خذه عبل العظام وإن كان مؤذنا أي قصيرا. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يصعد في النظر، يعني ينظر إلي من رأسي إلى رجلي، ثم قال رده، فردني، فخرجنا نلتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من أحد، فنظر إلي وقال سعد بن مالك؟ قلت نعم بأبي وأمي، فدنوت فقبلت ركبتيه، فقال أجرك الله في أبيك، يعني أن والده استشهد وكان قتل يومئذ شهيدا. غزا أبو سعيد مع النبي عليه الصلاة والسلام 12 غزوة، وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين، ومات 74 ودفن بالبقيع وله 84 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
ومالك هو إمام دار الهجرة، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر من بني حمير بن سبأ الأكبر، ويحصبي هو يحصبي، ثم من بني يجشب بن قحطان، ولد سنة 75 من الهجرة، وهو إمام أهل الحجاز، بل إمام الناس في الفقه والحديث، أخذ العلم عن جمع من التابعين منهم محمد بن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري ونافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وإسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام من طريق نافع تسمى سلسلة الذهب. فالإسناد الذي يأتيك الحديث فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا أعلى الأسانيد في الصحة، وتسمى بسلسلة الذهب، لأن كل الذين فيها هم أئمة حفاظ علماء عدول رضي الله عنهم. وأخذ عنه طبعا خلق كثير، فهو إمام كان يقصد رضي الله عنه، منهم الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه. والإمام الشافعي لما جاء إلى الإمام مالك جاء إليه وقد كان حفظ كتابه الموطأ، يحفظ الموطأ، فطلب من الإمام مالك أن يعطيه وقتا ليسمعه الموطأ فيرويه عنه بالسماع المتصل. أي نعم، نفس هذا من الأئمة الكبار. وفي علم الرجال والأسانيد في أسماء تكثر بسبب أنها محور من محاور الرواية، وفي أسماء ترد لك مرة مرتين، لكن في أشخاص من مكثرين فتكثر أسماءهم لكثرة ما رووا وما أخذ عنهم. ويعني كذلك ممن يروي عنه يحيى بن يحيى الأندلسي، وهو الذي يروى موطأ الإمام مالك الآن عن طريقه، فأشهر الروايات لموطأ الإمام مالك هي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي، وقد جاء إليه من الأندلس وسمع منه الموطأ ثم رجع إلى الأندلس فنشر علم مالك رضي الله عنه، مع أنه يوجد من تلاميذ مالك من هو أعلم منه وأعلى منه، ولكن الله بارك في يحيى هذا لنية يعلمها الله تبارك وتعالى فيه فخلد ذكره، فأصبح الآن يقال موطأ مالك برواية يحيى، موطأ مالك برواية يحيى مشهورة، وهي التي عليها إسناد الناس في هذا الزمان. وكان مالك رضي الله عنه مبالغا في تعظيم العلم والدين، حتى كان إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته واستعمل الطيب وتمكن من الجلوس على وقار وهيبة ثم يحدث، لا يحدث وهو ماشي أو لا، لابد أن يعني عنده تعظيم للعلم، وخاصة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل له في ذلك لماذا تفعل هذا؟ قال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وما أحد أمن علي، يعني له منة علي في الدنيا، وما أحد أمن علي من مالك لما له من الفضل العظيم عليه. ومات بالمدينة سنة 79 للهجرة، وله 84 سنة. وقال رضي الله عنه ما أفتيت وما حدثت حتى أذن لي 70 ممن هم في هذا المسجد، مما يدلك على تقواه وورعه أنه لم يتحدث في الدين حتى شهد له علماء زمانه بمكانته وعلمه. بل إن بعض شيوخه، بعض شيوخه كانوا يأتون إليه بعد ذلك ليستفتوه،
بعض الشيوخ الذين تعلم على يدهم مما بارك الله له في علمه وفهمه وتقواه، وأصبح متصدراً حتى على شيوخه الذين علموه. هذا الحديث من الأحاديث التي قال فيها الإمام أبو داود، وقد قدمنا كلامه في مقدمات مدارستنا لهذا الكتاب الفقه يدور على 5 أحاديث وعده منها. الفائدة الرابعة من الفوائد المستنبطة من الحديث حرص الإسلام على دفع الضرر والإضرار بالغير، فجاء هذا الأصل العظيم. الفائدة الخامسة من القواعد المستنبطة من هذا الحديث: أولاً، الحديث في ذاته قاعدة، لا ضرر ولا ضرار، هو في ذاته قاعدة تستخدم في كتب قواعد الفقه، ونقول الضرر والضرار يجب رفعهما وعقوبة قاصد الإضرار. الضرر والإضرار يجب رفعهما وعقوبة قاصد الإضرار، أي من يقصد الإضرار تجب عقوبته. هذه القاعدة أصل في الحديث، وهناك قواعد مشابهة ذكرها الفقهاء يعني تحوم حول هذا، فيقال الضرر يزال، ويقال الضرر يدفع بقدر الإمكان، ويقال الضرر يزال بالضرر الأخف، ويقال الضرر لا يزال بمثله، ويقال يتحمل الضرر الخاص للضرر العام. هذه قواعد موجودة في كتب قواعد الفقه، مرجعها هذه القاعدة العظيمة وهذا الحديث العظيم. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. هذا الحديث فيه فوائد: الفائدة الأولى أخرجه البيهقي في كتاب الدعاوى والبينات، باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. كذلك الذي في الصحيحين هو مقتصر على ولكن اليمين على المدعى عليه، لما قال وبعضه في الصحيحين، في الصحيحين مقتصر على ولكن اليمين على المدعى عليه، لم يقل لفظ هذا الحديث، لكن الإمام النووي قدم هذا اللفظ مع أنه في البخاري في البيهقي، وأخر رواية الصحيحين لأن رواية البيهقي فيها شمول في المعنى. الفائدة الثانية: البيهقي هو أحمد بن الحسين ابن علي ابن عبد الله أبو بكر البيهقي، نسبة إلى بيهق، مدينة أو قرية في نيسابور، الخسروجردي، الفقيه الشافعي الحافظ الكبير المشهور، وهو واحد زمانه وفرد أقرانه في الفنون، مكثر من التصانيف يعني من التأليف، حتى قيل تبلغ تصانيفه 1000 جزء. غلب عليه الحديث واشتهر به ورحل في طلبه، وهو أول من جمع نصوص الإمام الشافعي في كتب عدة، وكان من أكثر الناس نصراً لمذهب الشافعي. قال إمام الحرمين في حقه: ما من شافعي المذهب إلا وللشافعي عليه منه إلا أحمد البيهقي.
فإن للشافعي عليه منة، لأنه خدم مذهبه خدمة لم يخدمها أحد من أتباعه. من تصانيفه السنن الكبرى والسنن الصغرى وكتاب الخلاف ومناقب الشافعي، وكثيرة يعني بلغت المئات، بل قيل 1000 جزء. وتوفي في العاشر من جماد الأولى سنة 58 و400 بنيسابور، ثم نقل إلى قريته رحمه الله. الفائدة الثالثة: هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد الشريعة، وأصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، وقد قيل إنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. بقيت هذه قاعدة في كل محكمة يعني وجدت أو ستوجد على وجه الأرض، فهو ظاهر فيه كونه قاعدة من القواعد العظيمة. ونختصر للوقت. الفائدة الرابعة: من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: لا يحكم لأحد بمجرد دعواه وهواه، حتى لا تؤخذ أموال الناس ودماؤهم بغير حق. لابد من البينة. حماية الشرع لأموال الناس ودماؤهم من الادعاءات الكاذبة بأن جعل البينة على المدعي واليمين على من أنكر. من البينات الشهود والقرائن وإقرار المدعى عليه. الفائدة الخامسة: من القواعد المستنبطة من هذا الحديث قاعدة في القضاء، فنقول: كل دعوى بلا بينة فهي باطلة ساقطة، إلا إن أقر المدعى عليه. فإذا أقر خلاص، الإقرار كما يقولون سيد الأدلة. الحديث 34: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. قال الإمام النووي: فإن لم يستطع فبقلبه، معناه فليكرهه بقلبه. وقوله وذلك أضعف الإيمان أي أقله ثمرة، أي أقله ثمرة. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: أخرجه الإمام مسلم في الإيمان، في كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. وكذلك أخرجه الترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في تغيير المنكر باليد. وأخرجه أبو داود في صلاة العيدين، باب الخطبة يوم العيد، وفي الملاحم باب الأمر والنهي. هكذا توزع بين الأبواب على حسب ما فيه من الفقه. الفائدة الثانية: قال ابن الملقن رحمه الله: إن هذا الحديث يصلح أن يكون نصف علم الشريعة. لماذا؟ لأنه إما معروف يجب العمل به، أو منكر يجب النهي عنه، وقام الإجماع على الأمر بالتغيير باليد، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة مع الإجماع، وهو أيضا من النصيحة التي هي من الدين، وقد قدمنا سابقا أن الدين النصيحة. الفائدة الثالثة: من الفوائد المستفادة عظم ركيزة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو ركن من الأركان، وأن التكليف على كافة الأمة، ولكن كل
بحسبه واستطاعته. لا يجب إنكار المنكر إلا بشرطين: أن يتيقن أنه منكر، عنده يقين أنه منكر، وأن يكون منكراً في حق الفاعل، يعني الفاعل كذلك يعلم أن هذا منكر سائد ومعروف، وهو مقر بأنه منكر ومعترف به. مثلاً الأكل في نهار رمضان منكر، لكن ليس منكراً في حق المسافر والمريض ومن لديه عذر، لأنه يعلم أنه مفطر، ولكنه ليس منكراً في حقه، ولو نحن رأيناه نظنه منكر، فلا بد أن يكون منكر على الحقيقة حتى تنكره. فإذا ذهبت للإنكار قال لك أنا مسافر تسكت. فنأخذ من هذا التحرز من السرعة في الإنكار، ولا بد أن الإنسان يعني يفهم الوضع ويعرف هو ماذا ينكر. مراعاة التدرج في الإنكار حسب الاستطاعة، باليد ثم باللسان ثم بالقلب، والذي ينكر بالقلب لا بد له من أمرين: أن يكره هذا المنكر في نفسه، ثانياً أن يفارق محل المنكر إذا كان أقيم في مكان فيه منكر ويقوم من مكانه ولا يجلس فيه، هذا أقل الإنكار. ولا يوجد مرتبة بعد القلب، وهذا معناه من لم ينكر بقلبه فليتهم إيمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أضعف مراتب الإيمان الإنكار بالقلب، وليس بعد القلب شيء. رابعاً الدين ليس فيه حرج حيث علق الأمر بالاستطاعة، لا تكليف فوق الطاقة. إذا الإنسان يعرف من نفسه أنه لا يستطيع فهو معذور، وكل أدرى بنفسه وحاله. الفائدة الرابعة من القواعد المستنبطة من هذا الحديث قواعد في الإنكار: الإنكار مناصحة لا فتنة ومفاضحة. ثانياً الإنكار مبني على الظاهر لا على التجسس. ثالثاً ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف معروفاً، ولا يكون النهي عن المنكر منكراً. إذا أمرنا نأمر بمعروف، وإذا يعني نهينا لا ننهى كذلك بمنكر، ولا يكون النهي عن المنكر منكراً أعظم منه. لا إنكار في مسائل الاختلاف أو الخلاف، قال بعضهم لكن بشرطين: أولاً أن تكون المسألة مما يسوغ فيها الخلاف، أو الخلاف فيها قوي، فإذا كان الخلاف قوياً فلا إنكار، لأن لكل قول حجته ودليله. وثانياً أن يكون المرتكب لهذا المنكر لا يعتقد جوازه. معروف أنه في هذه البلد لا يوجد مثلاً رأي آخر، فهنا معروف أنه لا يعملها وهو يعتقد الجواز. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. قال الإمام النووي: لا يكذبه هو بفتح الياء وإسكان الكاف، وقوله بحسب امرئ من الشر هو بإسكان السين، أي يكفيه من الشر، يكفيه من الشر.
وهذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، وأخرجه في كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، وفي باب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، وفي كتاب الفرائض باب تعليم الفرائض، وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الظن والتجسس والتنافس. الفائدة الثانية: هو حديث كثير الفوائد، عظيم العوائد، مشير إلى جل المبادئ والمقاصد، بل هو عند تأمل معناه وفهم مغزاه حاو لجميع أحكام الإسلام، منطوقا ومفهوما ومشتمل على جميع الآداب أيضا إيماء وتحقيقا. الفائدة الثالثة من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: حرص الإسلام على ربط أواصر الأخوة بين المسلمين، وهذا قصد عظيم من المقاصد، فنهى عن 10 أشياء في الحديث: الحسد والنجش والبغض والإدبار والتدابر والبيع على بيع أخيه وظلمه وترك نصرته واحتقاره وإخباره بالكذب والاعتداء على ماله ودمه وعرضه. الفائدة الثانية: تحريم هذه الأمور العشرة، لأن الأصل في النهي يقتضي التحريم، فيه الحث على تحقيق الأخوة، وكونوا عباد الله إخوانا. الإسلام جاء بحفظ الدماء والأموال والأعراض، وبيان التقوى وأن محلها القلب، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام من حسن تعليمه استخدم مرة الإشارة ومرة الفعل ومرة العبارة ومرة ضرب المثال وغيرها من أساليب التعليم الحسنة. الفائدة الرابعة من القواعد المستنبطة من هذا الحديث: قاعدة في الأخوة، الأخوة مبنية على المتطلبات لا على الادعاءات، والمتطلبات هي روابط الأخوة، ما تتطلبه الأخوة من حقوق وإكرام وسؤال ودعاء وغير ذلك. القاعدة قاعدة فقهية: الأصل في دم المسلم وعرضه وماله الحرمة، وقد تقدم معناها في الأحاديث التي سبقت. قاعدة قلبية: اتقاء القلب يثمر اتقاء الجوارح، من اهتم بقلبه وإصلاحه وفقه الله تبارك وتعالى إلى اتقاء كثير من ذنوب وأعمال الجوارح. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث العظيم فيه فوائد: الفائدة الأولى
أخرجه الإمام مسلم في كتاب الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، وأخرجه أبو داود في الأدب باب في المعونة للمسلم، والترمذي في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الستر على المسلم، وفي القراءات قال باب. الحديث الفائدة الثانية هو حديث عظيم جليل جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب والفضائل والأحكام والفوائد، وفيه إشارات إلى أن الجزاء من جنس العمل، والنصوص في ذلك كثيرة، نحو إنما يرحم الله من عباده الرحماء وغيرها. في هذا الحديث فوائد، من الفوائد فيه دليل على فضل ثلاثة أمور، وأن جزاءها يماثلها يوم القيامة: تنفيس الكروب في الدنيا، من يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من ستر على مسلم في الدنيا ستره الله وستر الله عليه في الدنيا والآخرة. في هذا الحديث كذلك من الفوائد أن النسب لا يغني في الآخرة، والعبرة في العمل، فلا يغتر الإنسان بنسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من القواعد المستنبطة قاعدة في الثواب والجزاء، فنقول الجزاء من جنس العمل، وقاعدة في التفاضل الحقيقي، التفاضل بالأعمال لا بالأنساب والأحساب. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ، وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتوكيد وشدة الاعتناء بها، وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة، ما أكد التأكيد تأكيد القلة بواحدة، ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هذا كلام الإمام النووي، وأظنه يكفينا عن كل تعليق، لكن نذكر بعض ما يتعلق بأحكامه. فمن الفوائد المستنبطة في هذا الحديث تفضيل الحسنات، التفصيل في الحسنات والسيئات، بأن الحسنة على أربع مراتب: إن هم بالحسنة وعملها النتيجة له حسنة إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إن هم بالحسنة فلم يعملها عجزا، مثلا معه 5 ريالات لينفقها، يريد أن يتصدق بها فضاعت منه 5 ريالات، هذه النتيجة
له الأجر كاملا. وقال تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أن يكون معتادا على فعل الحسنة وتركها لعذر، معتاد جاءه عذر من سفر أو غيره، قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. من هم بها ولم يعمل بها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وليس لعجز أو عذر آخر، لكن مع هذا تكتب له حسنة كاملة لهذا الحديث. والسيئات على أربع مراتب: أن يهم بالسيئة فيعملها كتبها الله له سيئة واحدة لحديث الباب، أن يهم بالسيئة ويتركها خوفا من الله تبارك وتعالى تكتب له حسنة، أن يهم بالسيئة ويتركها عجزا أي لم يستطع فعلها منع منها وهو يريد أن يتركها عجزا أي لا يستطيع، مثلا أراد أن يسرق من بيت فلم يستطع تكتب له سيئة واحدة، أن يهم بالسيئة ويتركها لكن تركه ليس خوفا ولا عجزا إنما تركها لا يكتب عليه شيء، وذلك من فضل الله تبارك وتعالى. الحديث 38. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. قوله فقد آذنته فهو بهمزة ممدودة، أي أعلمته بأنه محارب لآذنته. قوله استعاذني ضبطوه بالنون وبالباء، استعاذني، وبعضهم ضبطه استعاذ بي، استعاذ بي، وكلاهما صحيح. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، فهو أصل في السلوك والسير إلى الله تبارك وتعالى والوصول إلى معرفته ومحبته، إذ المفترضات إما باطن وهو الإيمان، أو ظاهر وهو الإسلام، أو مركب بينهما وهو الإحسان كما مر معنا في حديث جبريل. والإحسان هو المتضمن لمقامات السالكين إلى الله عز وجل من الزهد والتوكل والإخلاص والمراقبة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث إثبات أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب، وهذا من فضائل الأولياء. إثبات والولي هو من أطاع الله تبارك وتعالى بأن امتثل الأمر واجتنب النهي وأكثر من الطاعات، وفيه كذلك إثبات محبة الله وأنها تتفاضل، فأحب شيء إلى الله الفرائض ثم النوافل، وقد قدمنا هذا المعنى. الفرائض مقدمة على النوافل، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. من الفوائد الفائدة الخامسة من القواعد المستنبطة من هذا الحديث
قاعدة في الامتثال وقد قدمناها، فقلنا الدين، فقلنا في الدين تقدم الركائز على التوابع أي الفرائض على النوافل. قاعدة في محبة الله الأعمال، محبة الله تعالى للأعمال تتفاضل. ولا شك أن الإنسان ينبغي أن يهتم ويحرص على ما يحبه الله أكثر، والذي يحبه الله أكثر هو ما افترضه علينا، فالفرض هو أعظم محبوبات الله تبارك وتعالى. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. وهذا الحديث فيه فوائد. أولاً، أخرجه ابن ماجة في الطلاق: باب طلاق المكره والناسي. وأخرجه البيهقي في الخلع والطلاق: باب ما جاء في طلاق المكره. الفائدة الثانية: هذا الحديث عام النفع عظيم الوقع، وهو يصلح أن يسمى نصف الشريعة، لأن فعل الإنسان إما أن يصدر عن قصد واختيار وهو العمد مع الذكر اختيارا، أو لا عن قصد واختيار، يعني ليس عن قصد واختيار، وهو الخطأ والنسيان أو الإكراه، وهذا القسم معفو عنه، والأول مؤاخذ به. فبهذا يكون هذا الحديث نصف الشريعة من هذا الاعتبار. الفائدة الرابعة من الفوائد المستنبطة من الحديث: سعة رحمة الله تعالى ولطفه بعباده حيث عفى عنهم حينما صدر منهم الإثم، هذا الإثم حتى ولو كان خطأ أو نسيانا أو إكراها، هو إثم لكن لكونه خطأ أو نسيان أو إكراه عفاه الله تبارك وتعالى عنهم، مع أن الصادر منهم إثم في حقيقته إثم، لكن لكونه خطأ أو نسيان أو إكراه عفاه الله تبارك وتعالى عنهم. من القواعد المستنبطة من هذا الحديث: قاعدة في إثبات الإثم، كل محرم فعله العبد جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا إثم عليه. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قال الإمام النووي: كن في الدنيا كأنك غريب، أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. وما أعظم هذا التصوير والتشبيه من النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث فوائد: الأولى، أخرجه البخاري في كتاب الرقاق
باب قول النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب، وأخرجه الترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء في قصر الأمل. الفائدة الثانية: هذا حديث شريف عظيم القدر جليل الفوائد جامع لأنواع الخير وجوامع المواعظ، فانظر إلى ألفاظه ما أحسنها وأشرفها وأعظمها بركة وأجمعها لخصال الخير. فيه الحث على الأعمال الصالحة أيام الصحة والحياة، وهو أصل في الفراغ عن الدنيا والزهد فيها والرغبة عنها والاحتقار لها والقناعة فيها بالبلغة. الفائدة الثانية: ومعناه لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق فيها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الحث على ترك الدنيا والزهد فيها، وفيه حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام بضرب الأمثلة المقنعة، وفيه المسارعة لاغتنام العمر واستغلال مواطن القوة كالصحة والحياة، والمبادرة إلى العمل الصالح على الفور، فلا تنتظر المساء إذا كنت في الصباح لأنك لا تدري متى تموت. من القواعد المستنبطة من هذا الحديث: قاعدة في الاستثمار، الاستغلال يكون للبقاء لا للفناء، الذي يستغل ما يبقى لا ما يفنى. أظن التجار يعرفون هذا، ولكن تجار الآخرة يغيب عنهم هذا المعنى كثيرا، أما تجار الدنيا لا يستثمرون إلا فيما تطول مدته. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه أو رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه أولا أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة، وهذا كتاب ليس مشهورا من كتب الحديث المسندة المعروفة، إلا أنه من الكتب التي أورد صاحبه فيها الأسانيد متصلة، لكنه ليس بالشهرة. واختار الإمام النووي منه هذا الحديث لجلالة ما فيه من معنى مراد. الراوي له أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي رضي الله عنهما، هو وأبوه أسلم قبل أبيه، والده عمرو بن العاص داهية العرب، وكان عبد الله من علماء الصحابة ومن العباد، وهو أحد العبادلة، قرأ الكتب يعني كان يقرأ الكتاب ويكتب، وكان من علماء، وكان مكثرا من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في كتابة الحديث، وأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في بداية أمر الإسلام ينهى الصحابة الذين يعرفون الكتابة عن الكتابة حتى لا يختلط الحديث بالقرآن، فأذن لهم بكتابة القرآن فقط، ثم وأذن لبعضهم، وممن أذن له عبد الله بن عمرو بن العاص، وكانت صحيفته التي كتب فيها يسميها بالصادقة. توفي
في الطائف وقيل بمصر سنة 65 للهجرة. وكتاب صاحبي وصاحب كتاب الحجة في بيان المحجة هو إسماعيل ابن محمد بن الفضل بن علي الأصبهاني أبو القاسم الملقب بقوام السنة من أعلام الحفاظ، كان إماماً في التفسير والحديث، وهو من شيوخ الحافظ السمعاني. ومن كتبه الحجة في بيان المحجة، توفي سنة 35 و500. هذا الحديث على وجازته واختصاره فهو من الجوامع، بل قال بعضهم أنه لو اكتفى الإمام النووي بهذا الحديث في أربعينه لكفى، من جودة الاختيار وعظم ما فيه من المعنى المراد. فالدين إذا كان على هوى وافق هوى الإنسان فقد نال الخير كله. الفائدة الرابعة مما يستنبط من هذا الحديث التحذير من تقديم الهوى على الشريعة، وأن من أكثر الناس إيماناً من قاد نفسه وهواه حتى تكون وفق الشريعة. فالهوى قسمان، محمود ومذموم. فالهوى المحمود الذي يكون للشريعة، وأما الهوى المذموم وهو المراد عند الإطلاق فهو للشهوات. مما يستفاد من قواعد من هذا الحديث: كل من على عقله على هواه فقد نجا، والعكس بالعكس، إذا على الهوى على العقل فقد غوى. قاعدة أخرى: يجب تقديم الاستدلال على الحكم، فنقول استدل ثم اعتقد، لا تعتقد ثم تستدل فتضل، لأن بعض الناس يقتنع بقناعات معينة ثم يذهب يبحث في الأدلة عما يخدم قناعته الشخصية، وهذا من الخطأ العظيم، قد سبب كوارث كثيرة. الأصل أن تجرد عقلك وقلبك وذهنك وتأخذ المعنى الصحيح من الدليل، من كتاب الله وسنة رسول الله، وفق فهم الأئمة رضي الله عنهم. الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي رحمه الله وقال: حديث حسن. هذا الحديث قال فيه الإمام النووي: عنان السماء بفتح العين، قيل هو السحاب، وقيل ما عن لك منها، أي ما ظهر إذا رفعت رأسك. وقوله بقراب الأرض بضم القاف وكسرها لغتان: قراب وقراب، روي بهما والضم أشهر، ومعناه ما يقارب ملأها. هذا الحديث ختام هذه الأحاديث، أخرجه الإمام الترمذي دون سواه من الأئمة في كتاب الدعوات، وقال: باب. وهذا الحديث فيه بشارة عظيمة، وما لا يحصى من أنواع الفضل والامتنان، وهو نظير الحديث الصحيح: والله لله أفرح بتوبة أحدكم، بتوبة عبده من أحدكم بضالته لو وجدها.
وحديث لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم، وغيرها من الأحاديث الدالة على المغفرة وطلب ما عند الله تبارك وتعالى. والمصنف رحمه الله، فائدة الثانية، المصنف رحمه الله ختم هذا الكتاب المبارك بحديثين عظيمين زادهما على الأربعين، وكأنه لإعجابه بهما وهما جديران فناسب الختم بهما، لأن أولهما من باب الوعظ بمخالفة الهوى، فكأنه بعد الأربعين يريد ينبهك على أمرين. الأمر الأول تأخذه من الحديث قبل الأخير بمخالفة الهوى ومتابعة الشرع، وهذا جامع لجميع ما في الأربعين وسائر دواوين السنة، وختمه بهذا الوعظ البليغ الذي في الحديث الأخير لما فيه من الترغيب في الدعاء والرجاء والاستغفار من الذنوب والطمع في رحمة علام الغيوب سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا بركة ما في هذا الكتاب من علم، وأن يوفقنا للعمل بما فيه. هذا والله أعلم. وقد ختمنا بفضل الله تبارك وتعالى هذا الكتاب المبارك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل بما فيه وبما تضمنه، وإنه جواد كريم. قد ذكرت لكم في بداية هذا الكتاب الإسناد الذي رويت به هذا الكتاب عن جمع من العلماء، ومن أعظمهم عندي هو شيخنا المعمر عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني عن والده في ثبته المعروف بفهرس الفهارس بإسناده الذي ذكرته في المجلس الأول، وبناء عليه كما كانت عادة علمائنا أنهم في ختام مثل هذه المجالس يجيزون من حضر بما لهم من رواية وتحمل، فقد أجزتكم كما أجازني مشايخي برواية هذا الكتاب المبارك وغيره مما تحملته ورويته عنهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل بالسنة، وأن يحيينا عليها ويميتنا عليها، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وجزاكم الله خيراً.